في وداع مثقف متمرد. هو ذا حالنا مع المهدي المنجرة الذي وافته المنية نهاية الأسبوع الماضي. نحن بلاد بارعة في أدب تأبين الموتى بعد أن يصير جثثا هامدة، تماما كما أننا بارعون في تجاهلهم والتضييق عليهم والمس باعتبارهم ومكانتهم عندما يكونون أحياء بيننا. مات السلمهدي رحمه الله وفي قلبه غصة من بلده الذي منعه في العشر سنوات الأخيرة من حياته 12 مرة على الأقل من لقاء جمهوره ومحبيه وطلبته. كان المنع ناعما. في آخر لحظة تخبر السلطة منظمي محاضراته وضيوفه بأن القاعة غير متاحة وأن اللقاء بالمهدي غير ممكن وأن التيار الكهربائي انقطع. كل مرة يجدون طريقة ليقولوا له إنك مزعج وإن صبرنا عليك بدأ ينفد وإن شهاداتك ووضعك الاعتباري ونضالك من أجل استقلال البلد كل هذا لا يعطيك حصانة لتقول ما شئت. آخر مرة زرته في مكتبه قبل أكثر من 4 سنوات وجدته غاضبا ومجروحا من تكرار حكاية المنع معه في الرباط والدار البيضاء ومدن الهامش وقرى الأطراف البعيدة، حيث لم يكن يتردد في تلبية الدعوات الكثيرة التي كانت تتقاطر على مكتبه لدعوته إلى الحديث عن الحرب الحضارية وقيمة القيم وحماية التعددية وخطورة الاستعمار الجديد وانتفاضات الكرامة التي بشر بها قبل 20 سنة. قال لي: لقد أصبحت شبه ممنوع في بلدي، والله يبارك عمر الانترنت، الذي لا يعترف بالرقابة ولا بالحدود. أنا الآن أتواصل مع الشباب عبر صفحتي على النت، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أعجبتني عبارة عبد الإله بن كيران في كلمة قصيرة أدلى بها وهو يشارك في دفن الراحل، حيث قال: إنه مثقف كبير كان يكره الرداءة. كان المهدي المنجرة فعلا يكره الرداءة والجبن والخوف والحسابات الصغيرة وكل العاهات التي استوطنت نفوس وقلوب أغلب المثقفين والسياسيين والصحافيين وعموم أفراد ما يسمى بالنخبة. كان يرى أن هؤلاء أخطر على الشعوب من حكامها المستبدين. كان المهدي المنجرة مثقفا من طينة نادرة في المغرب والعالم العربي، تعلم في فرنسا وأمريكا وبريطانيا وحصل على أعلى الشواهد من جامعاتها العريقة، لكن ذلك لم ينسه بلده المغرب ولا هموم العرب والمسلمين. ظل النقد المزدوج للغرب والشرق سلاحه ومنهجه لدراسة مشاكل العالم المعاصر. لم يتحول إلى مستشرق كما يفعل أغلب المثقفين العرب الذين يعيشون في الغرب ويلبسون نظاراته وهم يقرؤون أحوال بلادهم وهمومها إرضاء لما يريد الغرب أن يسمعه عنا في جامعاته ومراكز بحثه ومعامل الأفكار لديه. اقترب الراحل من السلطة العليا في البلاد وتقلد مناصب رسمية ودبلوماسية كبيرة، لكن هذا القرب من السلطة لم يبعده عن الإحساس بالشعب وعن التمسك بوظيفة المثقف، وهي قول الحقيقة للسلطة حتى وإن غضبت من سماعها، وممارسة وظيفة النقد حتى في أشد الظروف حساسية، ومواجهة التيار الغالب من السياسيين والمثقفين الذين يغنون ويرقصون في موكب الحاكم ويسوقون الارتياح الخادع والوهم المخدر لشعوبهم خوفا من عصا الحاكم الغليظة أو طمعا في جزرته السمينة. كان الراحل المهدي المنجرة من كبار علماء الدراسات المستقبلية، وهو بهذه الصفة كان من القلائل الذين تنبؤوا قبل 20 سنة بوقوع انتفاضات ستغير خريطة الأنظمة السياسية في العالم العربي. كانت أطروحته تقول إن التحول الديمغرافي الذي تعرفه المنطقة العربية والذي يجعل من فئة الشباب قاعدة الهرم الديمغرافي بكل ما تتطلبه هذه الكتلة الحرجة من فرص شغل ومساحات من الحرية وقدرة على التواصل مع العالم بفضل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، كل ذلك سيساهم في انتفاض فئة الشباب التي سيعلو صوتها يوما بعد آخر، وسيأتي اليوم الذي تهدم البيت على صاحبه. عندما كان المهدي المنجرة يقول هذا الكلام في مطلع 90ات القرن الماضي، كان الكثيرون يعتبرون كلامه من باب التمني وليس التحليل العلمي للواقع،
كانت الأنظمة الشمولية في العالم العربي تبدو آنذاك قوية ومتماسكة وعصية على أن يزحزحها أحد من مكانها، لكن المهدي المنجرة كان يرى شرعية هذه الأنظمة تتآكل يوما بعد آخر. كان الرجل يرى أن الاستبداد العربي يخسر كل يوم موقعا من مواقعه، وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والقيمية وصلت إلى حد لا يمكن تحمله من قبل الشعوب. لم يكذب التاريخ نبوءات المنجرة، لكن عندما أطل الربيع العربي برأسه من تونس ثم مصر فليبيا واليمن والمغرب والبحرين وسوريا، كان المثقف المغربي على حافة الغروب، بقي يتابع مجرى الأحداث من سرير المرض. وما خفف آلامه الكثيرة أنه رأى الشباب المغربي والعربي ينزل إلى الشارع في انتفاضات عفوية للدفاع عن الحرية والكرامة والديمقراطية التي طالما بشر بها شعبه وأمته. سيرة المهدي المنجرة رحمه الله سيرة مثقف لم يدع يوما أنه ثوري، لكنه لم يكن بالتأكيد رجعيا. مع اليسار كان يدافع عن قيم الليبرالية الأصيلة، ومع اليمين كان يناصر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومع الإسلاميين كان يدافع عن العقل والاجتهاد. في البلاد العربية كان يشرح قصة نهوض أوروبا واليابان، وفي الغرب كان ينتقد إسرائيل ومساندة القوى الكبرى لجرائمها وازدواجية المعايير في سياساتها وغلبة المصالح على القيم في سلوكها. هو ذا المهدي المنجرة، رجل عاش ومات وفياً لرسالة العلم، مخلصاً للحقيقة كما يراها، جريئاً في الدفاع عن أفكاره حتى وإن أغضبت القريبة قبل البعيد.